انت يا زفت يا بدوي. ايوه جاي. امورنا يا رمزي باشا. فين الشيشه التفاح بتاعتي وفين الكوكتيل؟ انا مش قايل لك السحله بيخلص تنزل بكوكتيل على طول. بس كده عنايه. وعايز بقى كوكتيل مع شيشه نظيفه بلاي قطيفه. بقول لك يا استاذ عادل، ما ينفعش كده، قاعد من صباحه ربنا وشغل لنا القهوه وما شربتش الا واحد شاي بس. هفكر وبعدين بقول لك. اتكل على الله. تأمرني بأي خدمة يا رمزي باشا؟ أيوة، بقول لك نزل الأستاذ اللي قاعد هناك دون كوكتيل فواكه على حسابي، بس واحد بس يا بدوي عشان ما يقعدش يطلب، ده طفس أنا عارف. بس كده احنا يا رمزي باشا، وخليهم اتنين كوكتيل مع شيشة نضيفة بلاي قطيفة. أصيل يا رمزي أصيل، كلب السرايا. رمزي شكر على الكوكتيل يعني. انت فين يا رمزي؟ وحشتني والله، يعني ما بنقعدش مع بعض. وحشتك؟ طب ما انا كنت معاك النهارده الصبح في البازار، ما وحشتكش ليه هناك يعني؟ بدل الاضطهاد والقهر اللي انت قهرهولي. يلا اضطهاد ايه؟ يلا انت عبيط. اضطهاد ايه ده؟ انا بحبك يلا، ده انت ابن عمي يلا، ده انا بهزر معاك. ايه ده؟ يعني انت كنت بتهزر يا دولة؟ طبعا يلا بهزر معاك طول الوقت من اول ما عرفتك يا رمزي، حتى وانا بزعق لك وانا بشتمك وانا بهزقك وانا بضربك وبجلدك، كل ده كان هزار. يلا يخرب بيتك، انت فاكر ده جد؟ يا دولة والله تخيل. لا يلا هزار يعني. بص انا كنت مفكره بجد يا دولة. لا هزار يلا. المهم البت نجلاء اخبارها ايه؟ يا دولة دي ست عظيمة يعني، بميت راجل الست دي. ست ايه يا ابني؟ ست ايه؟ دي بنت صغيرة عندها 16 سنة يعني. ما علينا يعني، المهم بتديك أجر كل شهر ولا إيه الحكاية؟ لا يا دولة، هي بتديني باليومية. باليومية؟ يا سلام، شوف إزاي. عيلة صغيرة بس لفك على صبع رجلها يا معلم. إيه يا دولة في إيه؟ أنت كده غوغشتني يا دولة. ما في. وبتديك كام بقى يومية على كده؟ 25 جنيه. 25 جنيه؟ طب ما مش عامله لك بقى اي مثلا حاجات تانية يعني؟ اكلك، شربك، كسوتك في العيد الصغير، العيد الكبير، عيد الفلاح، عيد العمال، كم الاعياد اللي عندنا؟ عيد تحرير سينا بتجيب لك كسوه؟ لا يا دول. ده اللي كنت خايف منه. بس 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 انت وقعت يا معلم، وهتعمل ايه بقى لو الحبر بتاع المكنه خلص؟ طب دليني انت يا دول يا ابن عم، يعني اعمل ايه مع الست المفتريه دي؟ بص يا رمزي، احنا نحط ايدينا في ايدين بعض، انت ابن عمي يلا وانا لازم اقف جنبك، نجيب مكنه جديده وننفسها. ماشي يا دولة. طب هنجيب فلوس المكنه دي منين؟ طيب مش اشكال، هرهن البضاعه اللي في البازار، استلف، ممكن ادفع مثلا مقدم في المكنه وبعد كده اقسط ثمنها. المهم اول ما نكسب فلوس ونخلص ثمن المكنه يبقى بعد اللي كده اللي جاي لنا بقى ده كله مكسب. ماشي يا دولة، عفارب عليك. طب انت هتديني كام بقى؟ انا بقيت خبره دلوقتي. ماشي عم الخبره، هديك يا رمزي 25%. ايه ده؟ طب ما هي بتديني 25 جنيه برضه. يلا هي بتديك 25 جنيه، انا بديك 25% يعني مبلغ ضخم يعني. لا بص يا دولة، انا عايز 30 جنيه علشان بقى احس بالزياده. 30 جنيه في اليوم؟ يعني كام في الاسبوع؟ يعني 180 جنيه. خليهم 200 جنيه يا عم في الاسبوع، يبقوا كام في الشهر؟ 800. 800 جنيه ليك في الشهر؟ ايه المبالغ الضخمه دي؟ انت محوش عندي كام بقى؟ 600 جنيه. 600 نقصهم من 800 يبقى كام؟ 200. هات 200 جنيه. انت هروح فتيس. اتفضل يا دول. ادي 200 جنيه. ايه دول؟ ايه معاك فلوس ثانيه ولا ايه؟ ده 120 جنيه كده. 120 جنيه؟ لا 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 هاتهم احوشهم لك، انت هتعوز مبلغ ضخم زي كده في ايه؟ يا ربنا يخليك. خد يا 2 جنيه اهم. ماشي. وانا هم دول خليهم كده اهو. ال 120 جنيه دول بقى هنقصهم من 400 جنيه اللي كانوا فاضلين لك من 600، يبقى فاضل لك كام؟ 280. بس انت معاك حاجه تاني؟ هم ال 2 جنيه دول تدول. هات انت جنيه وانا جنيه. اسمك حاسب على المشاريب بقى.